جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أم عبد الله مصرية مقيمة في جدة، تقول: الحمد لله أنا ملتزمة من قبل أن آتي إلى جدة، لكن زاد التزامي وقراءاتي في هذا البلد. توفي بوالدي قبل نزولي إلى مصر العام الماضي بشهر، فلما نزلت أراد أهلي أن أزور قبر والدي فرفضت، لأني قد علمت من بعض قراءاتي أنها محرمة للنساء. غضب الأهل مني جميعا وقاطعوني، لكني أصريت ولم أزر. أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي حكم زيارة القبور للنساء والآراء التي قيلت فيها، وهل أنا على حق أم لا، علما بأني قد عملت له أكثر من عمرة، ونذرت أن أقرأ له سورة تبارك في الليل وسورة الواقعة وأهب ثوابهما له، فما حكم ذلك أيضا، علما بأني أداوم على قراءة من يوم الوفاة، جزاكم الله خيرا. أما ما فعلتيه من الامتناع من زيارة قبره فهذا هو الصواب، الحمد لله، وهذا هو السنة، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لا قبر والدها ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرود. المرأة حرام عليها أن تزور المقابر لهذا الحديث، ولأن المرأة فتنة وضعيفة ولا تستطيع الصبر، فإذا رأت قبر والدها أو قريبها ربما يحصل منها مخالفة للشرع بالنياحة أو الجزع وغير ذلك. المرأة ممنوعة شرعا من زيارة القبور، ولكن إذا أرادت أن تنفع ميتها فإنها تنفعه بما شرعه الله من الدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه والحج والعمرة، كل هذه أمور مشروعة. أما إهداء قراءة القرآن للميت فهذه ليس عليها دليل، قراءة القرآن للأموات ليس عليها دليل، فيجب التوقف عنها، وهذا النذر غير صحيح لأنها نذرت شيئا غير مشروع. نعم.